ماما ماما ما بدي ماما امي لا يا راشد لا لا تبكي يا ابني لا تبكي لأنه أبوك ما صار له شيء أبوك ما صار له أي شيء والله أبوك رح يرجع عن قريب إيه ابني بترجاك حاج تبكي مشان الله حاج لك حاج ابني ما صار له شيء أبدا أمي أنا قلت ما صار له شيء طبيعي كتير لكشمي وأهلها يتضايقوا منك يا ابني بسببك أنت انهارت عائلتهم لا وكمان بدون ما هن يرتكبوا أي غلط يمكن لو أنت سمعت كلام لكشمي أكيد ما كنا واجهنا هالمشاكل كلها مشان هيك لازم تفكر باللي صار يا ابني وانت هلأ عليك انك ترجع لهم السعادة يلي حرمتهم منها وساعتها بس بتستاهل انه مرتك واهلي يسامحوا كران ليك يا ابني اي انسان ما بيقدر يتحمل الأذى والألم حتى من الناس الغربة اما انت غدرت فيهم وخدعتهم مع انك كنت قريب منهم كتير ومن العيلة هالجرح يلي انت تسببت فيه ما رح يطيب وينتسى ببساطة كاران التكفير عن يلي ساويته مو كافي ابدا يا ابني انت لازم ترجع لهم السعادة يلي حرمتهم منها امي انا ارتكبت غلط كبير ورح اصلح هذا الغلط وحياتك رح اصلحه وراح أحاول قد ما فيني يا أمي نسيهم هالحزن يلي أنا تسببت لهم فيه بعرف إنه أنا دمرت عائلة بكاملة بس والله أنا هلأ بدي أعمل كل جهدي لرجع لهم السعادة لبيتهم أمي أمي ابنك كاران هلأ بيوعدك بهالشي قدامك من هاليوم أنا صار في عندي هدف واحد بحياتي وهو إنه رجع السعادة لعائلة جاروديا ونسيهم الجرح يلي أنا كنت سببه كاجري شو القصة حبيبتي؟ أنا ولا مرة شفتك هيك قلقانة خير شو صاير معك؟ والله وأنا ولا مرة شفت يوراج متغير لهالدرجة هي تصرفه معي بهالطريقة عم يزعجني كتير ما بتتخيلي أنا شو معصبي لأنه مر وقت طويل والسيد يوراج لهلأ ما رجع وبعده هنيك مع عائلته عم يبكي ويحزن مع أخواته البنات أما أنا مو مهتم فيني نسي عني you
ما بعرف مين اللي حسد عيلتنا، الحسد والعين بيساووا هيك. بافيترا ما بتتخيلي قديش عيلتنا حزينة وعم تعاني هلأ. ما عم اتحمل شوفها لأمي هيك والكل لابسين أبيض. مالي متحمل الحزن بعيون الكل، وخالتي لهلأ مو قدرانة تصدق اللي صار. خلص مو متقبلة إنه أبي راح. بافيترا أنا اتخذت قراري، وهذا الوقت المناسب اللي لازم ساعد عيلتي فيه. هلأ صاروا بلا أب، وأخواتي يتامى، وإذا كانوا هلأ بحاجة لمساعدة أي حدا فهو أنا. يوراج، لك أنت بتعرف حالك شو عم بتقول؟ ولك هدول أهلك اللي زلوا مرتك وكانوا نادولا فلتانة، شو نسيت هالحكي؟ شو نسيت إنه أهلك قلعوني برات هالبيت؟ أنت هلأ جاي عم بتقلي إنه بدك تساعدهم؟ شو بدك ساوي؟ اتركن لحالهم وبهيك ظرف؟ لا لا، ما في داعي تتركن لحالهم، وضل عم بتوقف جنبهم. بس ليك في شغلة لازم تخليها ببالك، مفهوم؟ إذا إجوا على هذا البيت أنا ما رح ضل هون، عم تفهم؟ بافيترا، لك مو أنت بتكوني مرت ابنهم؟ ومن واجبك هلأ أنك توقفي معهم. وأنا اتخذت قراري، أنا بدي رجع كل عيلتي على هذا البيت. تذكري إنه أخواتي إلهم حق مثلنا بهالبيت، إذا رضيتي أو لا. بما إنه أنت قررت، ليش عم بتقلي؟ بعرف إني رجل كرسي هون وشري. يلا يلا روح جيب عيلتك وأهلك لهون، شو ناطر؟ بس اسمع منيح شو رح قلك سيد يوراج، إذا أنت بتنفذ كلامك هاد والله إنك رح تندم كتير. يوراج، يكون بعلمك قبل ما يجوا على هذا البيت بدي اقتل حالي. سمعت، انا بدي اقتل حالي لانه بتمنى اموت وما اعيش معهم، فهمان؟ شو انتي مجنونة يعني؟ بدك تقتلي حالك؟ لك انا ما فيني عيش بسعادة وعلى حساب غيري. بدك ياهن ما يجوا مع انه إلهم حق بهالشي. طيب ماشي، ما رح يجوا لهون، منيح؟ من هون لحتى تنتقل ملكية هالبيت لإلي أنا يا يوراج، رح أضطر إنه بعدك عنهم وما خليك تشوفهم لأهلك، وإلا كل شي ساويته من قبل رح يكون ضاع كله هيك بالأرض، وما رح خليهم يحلموا بهذا الشي. أنا كتير فهمان ومقدر الظروف اللي عم تمروا فيها، بس هي سنة الحياة
وانتو لازم تكونوا اقوى من هيك بكتير. يعني انتو قاعدين هون قلقانين وبافيترا عم تدقلي طول الوقت، والله العظيم سرعتني. انا ما عاد اعرف شو بدي اعمل وكيف بدي اتهرب منها. وبعدين انا ما عاد فيني اتهرب منها لفترة طويلة، وهلا اكيد بدها تشك فيني، ما هيك؟ وهلا انا شو لازم ساوي معها؟ شو رأيكم بالموضوع انتو؟ اسمعني يا ديف، كل الشيء اللي ساويناه كان كرمال أبونا، بس هلأ وبعد ما مات بابا اللي شو الفايدة من كل هالقصة؟ أي تماما، الكلام اللي قالته أختي صح، وهلأ صار لازم ننهي هالتمثيلية هي. لا لاكشمي، بعد كل شي عملناه وتعبنا عليه كيف بدك ننهي هلأ؟ لك أخوكم يوراج بعده واقع بالفخ ومو عارفان، ولحتى نطالع يوراج من الفخ اللي واقع فيه نحن مضطرين إنه نفضحه. وبعدين غير قصة يوراج، معقول نحن نسمح لشخص غريب ياخد شي هو من مال أبوكم؟ رح نكمل بهالتمثيلية للأخير، ولحتى يعرف يوراج حقيقة هالمرة تماما. يوراج، ليش قاعد لحالك؟ يوراج، هلأ أنت مو ملاحظ صرنا زمان ما طلعنا سوا؟ شو رأيك نطلع أنا وياك نتغدى برا؟ بتعرف يوراج، سمعت في مطعم جديد فاتح قريب من بيتنا، سانشاين بالاس، شو رأيك نروح عليه؟ لا بافيترا، أنا مو جاي على بالي روح لبرا. وأنا منشان هيك عم قلك تروح، رح تتحسن وتصير منيح، يلا وافي. خلص بافيترا، عم قلك ما بدي. يوراج بترجاك، خلينا نروح مشاني أنا. طيب ماشي. شكرا يوراج، لكن رح أقوم وجهز حالي بسرعة. حزنان كتير على أبوه هلكني، وما رح يقدر ينقلي ملكية هذا البيت لحتى ينتهي من حزنه وزعله على أبوي اللي مات. ومع هيك حبيبتي بعرفك عقلة ووعية كتير، خليكي عم تضحكي عليه بحبك ودلالك كالعادة. وبعدين أول ما تحسي إجتك الفرصة قولي له مشان موضوع الملكية. ما رح استنى لتجيني الفرصة، اليوم بدي أحكي معه بالموضوع. هيك بيكون أحسن حبيبتي، وهدول الرجال مالهم أمان أبداً، وإنتي بتعرفي أهم شي بمهنتنا كلها إنه نركز على الممتلكات والمصاري، وبعد هيك فيكي تعملي اللي بدك يا وبتزتي ليوراج بالشارع وقتها، لأنه ما منفكر إلا بمصلحتنا. بافيترا موجودة؟ أهلا وسهلا رام، لو سمحت فوت لجوا. هاد أنت؟ أنا قصدي معقول هلأ وبعد كل هالأيام إجيت فجأة وبدون ما تحكي معي؟ بعرف شو قصدك تقولي، بس كان عندي شغل ضروري واضطريت سافر على أمريكا فجأة. بصراحة كان في عندي صفقة واشتريت أوتيل كبير هني، بس كل الموضوع صار فجأة ولدرجة ما لحقت خبرك.
بس بدي تصدقيني إنه أنت طول الوقت كنتي ببالي وقلبي من جوا. هلا شو بدنا من هالحكي؟ شو رأيك نطلع؟ هلا؟ أي هلا؟ صار لنا فترة أنا وياكي ما شفنا بعضنا، بدنا نقضي وقت سوا. بس ما فيني أطلع فورا، لأنه نحنا كنا طالعين نتغدى برا بمطعم سانشاين بالاس. هالمطعم كتير ظريف. بافيترا والقعدة فيه كتير رايقة. اي شو رأيك حبي؟ خلينا نطلع لكن. شو رأيك انتي تسبقيني لهنيك وبلحقك بعد نص ساعة؟ ايه بلاقيك هني. لك هي شو عم تخبص هلا؟ مو على اساس بدها تروح هي ويوراج؟ باي. لا تطولي علي. ما رح طول اكيد. شو هذا اللي عملتيه؟ بدك تكوني مع شخصين بنفس الوقت وبنفس المكان؟ شلون رح تزبطيها؟ وانت ليش هيك قلقانه كثير؟ أنا مريت بمشاكل أخطر من هيك معلمتي. لا تخافي علي، بتعرفي مين أنا. يوراج؟ سرفاتي؟ نعم. إمتى بدك تساوي حفلة؟ شو مو ناويين تسموا بنتكم؟ تيتا، إمتى برأيك الوقت المناسب؟ حابة ساوي حفلة جمعة بسيطة طبعاً بالبيت، بس مو أكتر من هيك. لا سارفاتي، شو هاي حفلة بسيطة؟ لا رح نساوي حفلة كبيرة. يعني مثل ما كان بده أبوكي، حفلة كبيرة. هو أكيد رح يزعل إذا عملنا حفلة صغيرة، رح يزعل أكيد لأنه أمنيته ما تحققت، وهالشي أنتو ما بتتمنوا ما هيك؟ طيب ماما، سمعتي ما هيك؟ رح نسميكي اسم حلو ونعمل لك حفلة. يا جماعة هالبنت مين بتشبه؟ والله انتي ما بتشبهي لا امك سرفاتي ولا فيكي لأبوكي سراج حتى. تشبهني انا؟ هلأ عرفت بتشبه بابيشيا كثير. ولي شو قلت؟ أسفة كثير يا سرفاتي، ما بعرف كيف طلع معي هيك الاسم بدون ما أحس. والله أنا ما كان قصدي. لا يا خالتي انت غلطانة. لأنه بنتي بتشبهني لإلي كثير. وبتشبه سارفاتي كمان. لأنه هي بنتنا نحن. وشي طبيعي إنها تشبهنا.
بنتي لاكشمي دورجا حبيبتي، يلا تعالوا العشاء صار جاهز. أمي أنا بلحقكم بعد شوي. لاكشمي انت فهمني شو اللي جابك لهون. يا بتسامحيني يا عاقبيني واعملي يلي بدك اياه، بس بترجاكي ما تفكري تنفصلي عني بنهوب. بترجاكي سامحيني. قلت لي سامحك؟ برايك يا سيد كاران انا لازم سامحك؟ انت يلي تسببت بكل هذا الحزن والاسى لعائلتي وهلا جاي بدك يعني سامحك كمان؟ لا لاكشمي مستحيل تسامحك، خلي هالشي ببالك يا كاران. مو انت سويت كل اللي بدك اياه وانتقمت من عائلتنا وخلص؟ شرفوا هي قتلت ابي منيح هيك؟ لسه في شي اكثر من هيك لحتى تساوي؟ شو عاد بدك اكثر من انه ابي مات وخلص؟ مات وخلص ابي مات. بنصحك لا تختبر صبري بنوب، لاني انا ما بعرف يمكن اعمل شي ممكن نندم عليك كلياتنا، مشان هيك روح احسن لك. يلا كاران روح من هون انقلع، انا ما عاد بدي اشوفك. لا لاكشمي ما رح اروح من هون لحتى تسامحيني وتوعديني ما تضلي زعلان. وانا عم اقول لك يا كاران روح احسن لك. انا بعترف بغلطي لاكشمي صدقيني، ورح اصلح الغلط الكبير يلي ساويته، بس بالاول سامحيني. بكفي بس بكفي يا كاران، انا نفت صبري منك، انت تخطيت حدودك كثير و اذا ما بتروح من هون هلا والله العظيم لا احرق حالي واخلص. لا لاكشمي اوعك، خلاص اتركني لك اتركني هاتيها خلاص. لبقى تورجيني خلقتك كمان شو عمل لك، ولا رح اقتل حالي وعن جد بعملها. لك انا ما عاد قادره انا اشوف وشك، انت ليش ما عم تفهمني؟ ليش خلاص يا لاكشمي لو سمحتي اهدي، انت مو قادراني تشوفيني، مو متحمله انك تشوفي وشي. طيب خلاص ما عاد تشوفي وشي ابدا، صدقيني انا ما راح ازعجك بالمره، بس بترجاكي بترجاكي ما تساوي لحالك شي، ما تاذي حالك لاي سبب لاكشمي، وانا هلا راح روح من وشك. انتبهي على حالك بخاطرك. يلا بافيترا شو رأيك نقعد هون؟ لا يوراج أنا برأيي نقعد جوا. أوكي. لو سمحت شكرا يوراج، انت اطلب هلا وانا رايحة على الحمام. هاي ديف، بتمنى ما كنت أخرت عليك. لا لا جيتي على الوقت، تفضل يا عدي. شو رأيك تطلب أنت وأنا بدي فوت شوي على الحمام؟
لو سمحت جارسون. شو رحتي تعملي؟ طولتي. يوراج، تعرف اني نسيت منديلي جوا؟ ثواني وراجعة. حطن هون. تفضلي. لا وقفي، ويا ريت تخليني اخدم حضرتك. ديف، انا بظن اني نسيت ساعتي جوا بالحمام، دقيقه وبرجع لك. شبك بافيترا، هي اكلتك المفضله، ليش ما عم تاكلي منها؟ بصراحه يوراج، انا بدي فوت على الحمام شوي. شبك، ليش ما عم تاكلي؟ يلا كلي. يا الله، أنا شو تمنيت تكوني معي بأمريكا، كنا انبسطنا كتير. لك شو صار لفاتت على الحمام كتير؟ معقول صاير معي شي؟ أنا رح قوم هلأ شوف شبها. وينك؟ بافيترا، صاير معك شي؟ لأنه انشغل بالي عليك. الحمد لله، هذا بيعني يوراج ما شافني أنا وقاعدة مع الأمير. نمشي؟ يلا. يا ويلي، لك ما بتتخيلي قديش معدتي عم توجعني. هاي أول مرة باكل كتير مثل ما أكلت اليوم. وليش عم تبتسمي؟ لو كنتي معي اليوم كنتي شفتي شو صار لي. ليش عم تشتكي حبيبتي؟ أكيد اللي بدها تطلع مع اثنين بده يصير مع 100 مشكلة. ليش عم تطلعي هيك؟ حكي غلط؟ انت تصرفتي غلط. مزبوط طلبت منك تضحكي على اثنين، بس كل واحد لحاله، وبس تكوني مع واحد انسيلي موضوع الثاني، وبالعكس لما تكوني مع الثاني بدك تنسي موضوع الاول. عم تفهمي كلامي؟ انت لازم تبحري على سفينه واحده والا بتغرقي. شو نسيتي مين انا؟ ولك انا كاجري، وسفينة واحدة أو تنتين مو مهم، لأنه لما بدي فكر إبحر اتأكدي بعرف كيف إبحر. العالم العاديين ما فيهم مثلي، يا دوب فيهم على سفينة واحدة. بس كأجري رأيها غير هيك، وما بيهمني كل هالشي، أنا بعتمد على ذكائي وبس. وبكرة بتشوفي كيف يا معلمتي، كأجري رح تقدر توقع الاثنين سوا ببساطة بدون ما تتعذب بشي، ورح آخذ كل أملاكن وهني عم يضحكوا كمان. وما حدا رح يحس، وبتعرفي رح آخذن مع بعض.
على حسب الأبراج عندي اسم البنت بده يبلش بحرف كاف، لأنه كمان وحسب ماني شايف هذا الحرف رح يكون مناسب لإله. أمنية سوري كانت هيك كانت. خلونا نحافظ على اسم البنت. صحيح هو مو معنى هلأ، بس كلامه باقي، رح يضل جوات قلوبنا والضوء اللي بينور طريقنا. هالبنت مضوية مثل الشمس. شو رأيكم نسميها كيران؟ قررنا كيران. صدقوني هذا اسم حلو كتير. انتي رح تجي معي ما؟ جوري دورغا يلا يلا يلا. مشان الله بنتي سراج، شو صاركن بنتي؟ يلا اسرع. يا رب دفينا. ما فيش يا ما فيش. لمين هالبنت هي؟ حلوة الله يحميها. لا ما فيش هي، هي بنتي اعطيني اياها. هذا الله يوفقك اعطيني بنتي. ما فيش يا بترجعك تعطيني البنت. سرج يلا روح وخذ بنتي منه. الله يوفقك رجع لي بنتي لحضني. ما فيش يا الله يخليك تترك بنتي. سرج اعطيني بنتي. لك فهمني انت كيف بتتجرأ وبتلمس بنتي؟ لحظة اسمعني، انا انقص لك حياة بنتك، يعني انت هلأ لازم تشكرني لإلي. شبك ونشوفي ليشك عم تطلعوا فيني؟ بافيشيا امشي بطريقك، ما بدنا نحكي معك شي اساسا. انت شو جابك لهون وشو بدك منا؟ شوف اذا بتفكر تدخل على حياتنا ما تلوم غير حالك، ورح خليك تندم. بس نقلع من هون بافيشيا. بافيشيا لك لحظة شوي. بس بافيشيا سمعت شو قلنا؟ ما بدنا نشوف وشك أو نحكي معك. شو ما عم تسمع؟ يلا روح من هون. لك بافيشيا شو عم يساوي هون؟ هاي انت شو جابك لهون؟ هالكي لك الظاهر انه هرب من مشفى المجانين. منظره ما بيوحي بهالشي. لك لحظة بس أنا مو بافيشيا. لا أنت واحد كذاب. هاد هو بعينه، هاي حيلي تاني من حيله. إجي بتعملنا شي مصيبة جديدة؟ صرفاتي بنتي اهدي وروقي. يا جماعة بافيشيا خليني أروح بعد. اسمعوا عن جد أنتوا فهمانيني غلط. أنا ما بدي أذيكن أو سويلكن أي مشكلة. اسمع نصيحة، لا تقرب من مرتي أو من بنتي، عم تفهموا لك؟ لحظة بس أنا نقلعوا لك. يلا نقلعوا. شبك يا أخي؟ ليش عم تضربوا هيك؟ الرجال ما سوى أي شيء. بعدين نسيتوا أنه هو اللي أنقذ بنتكم الصغيرة؟ بدال ما تشكروه بتعملوا هيك مع الزلمة؟ انتوا ما بتعرفوا مين هاد؟ هذا السيد رانفير، هو شخص محترم كتير بمنطقة راجبيبلا، وانتوا هلأ عم تعاملوه بهالطريقة البشعة هاي؟
استنوا يا جماعة، نحن شفنا هذا الزلمة ما سوى شيء، إذا رح تضربوه بطلب الشرطة. ها لا لحظة، انتظروا لحظة، يبدو أنه صاير سوء تفاهم. مستحيل، أكيد أنتم خربطين ومفكرين أني شخص تاني، ما هيك؟ بس أنا اسمي رامفير، رامفير داهون، لهيك لا تعصبوا. بعدين ما بعرف حدا باسم بافيشيا، اهدوا. ماما هذا ما في شيء، لا تخافي، هي ليكو راح. طولي بالك اختي، اختي خلص ليكو راح، لا تخافي، اهدي. يلا يلا, يلا تعالوا. ايه يلا 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 امشي، تعالي اختي. يلا عمري، مو معقول اللي شفناه الصبح. أنا لهلأ مو قدراني صدق. بس يا تيتا، مو مهم نحن نصدق أو ما نصدق، المهم متأكد إنه بافيشيا، وكان عم يدعي إنه هو رامفير داهون كمان، عم يكذب مثل العادة، هالشي مبين. إيه يا أمي، يوراج عم يحكي مزبوط. مفكر إذا غير اسمه رح يخدعنا كلياتنا؟ أكيد جاي لحتى ينتقم منا. صح أمي، وإلا ما كان طلع بوش مرت أخي بهالطريقة هاي، ما هيك؟ إيه والله أنا خفت كتير، وأكيد نوايا سيئة وبده يأذينا. لك نزعنا فرحتنا، الله ياخده. وأنا قلبي ما أنا مطمن، والله كان ناقصنا مشاكل، ما اللي فينا مكفينا. شو لازم نعمل؟ فهموني كيف رح نقدر نتخلص من هالزلمة. تيتا، انتي ليش قلقانة من هالحقير لهالدرجة هي؟ يوراج، أنا رح روح اليوم وأتأكد من المشفى وأسأل إذا بافيشيا هنيك. إذا كان لساته جوا فما في مشكلة. هذا هو شاروخان. طيب يلا شاروخان. يلا امشي امشي. لو سمحت، وين بلاقي الدكتور؟ وانت شو بدك منه؟ بدي اسال عن مريض عندكم. اسمع اخي، انتهى موعد الزيارات هلا، وما عندك حل غير انك ترجع بكره. بس يا اخي بدي اسال سؤال واحد. اخي ما سمعت؟ عم اقول لك بكره لبرا. لحظه اذا سمحت. تفضل. انا بدي اسالك سؤال، في اي مريض بالمشفى هرب من هون بهالكم يوم اللي مضوا؟ مريض اسمه بافيشيا، يعني هيك طوله، بشرته فاتحه ووشه مدور شوي. اخي بصراحه انا مو سامع بهالاسم، بس أنا سمعت إنه في مريض كان موجود عنا بالمشفى ومن كم يوم هرب من هون. أخي راجع المراقب، بصراحة بيقدر يفيدك أكثر مني. وين فيني لاقيه؟ هلأ خلص الدوام، بس بدك تجي بكرة من الصبح بكير. طيب شكرا. أهلا. مو خبرية، هذا المريض اللي هرب هو أكيد بافيشيا. تعي لاكشمي، قولولي شو عم تساوي سارفاتي؟ أمي، وأخيراً هلأ قدرنا نهديها شوي لحتى تنام، وهلأ هي نايمة الحمد لله. المسكينة توترت كتير اليوم. طولوا بالكن ولا تقلقوا كتير، القلق والخوف رح يزيدوا من مشاكلكن أكتر. حاسمك قلنا شو فينا نساوي، كيف بدنا نواجه هالمشكلة بدون خوف وقلق. تيتا، هي زوج اختي راح المستشفى لحتى يسأل عن هالموضوع، وإن شاء الله بيرجعوا بيكون معه أخبار حلوة، لهيك ما في داعي لأنك تقلقي ولا تاكلي هم أبدا. إيه أمي، لاكشمي معها حق،
بس كأنه سراج طول شوي، ما هي؟ ليكو إجا. شو صار؟ إيه؟ شو طمنا سراج؟ قدرت تعرف أي شيء؟ بفيش هونيك ما هيك؟ وصلت وكان وقت الزيارات خالص، وكمان الدكتور ما كان هنيك، قالوا لي ارجع بكرة الصبح. لبكرة؟ معقول ما قدرت تسأل أي حدا؟ منضل خايفين لبكرة؟ لا، سألت ممرض هنيك، سألته في أي مريض كان عندكن وهرب بهالفترة القريبة. ايه وبعدين شو قالك؟ قال لي إنه في مريض هرب بهالفترة، بس هو ما عنده أي فكرة شو اسم المريض اللي هرب. معناها هو بافيشيا ماي؟ سارفاتي. سارفاتي سراج، قلت لك هو بافيشيا بده يقتلنا. الله يخليكي. قال لي بده يقتلني ويقتل بنتي، أكيد هو مشان هيك هرب. الله يخليك سراج، لا تتركني. أهدي، ما رح يصير لك شي منه، ولا تخافي أنا جنبك. أنا خايفة منه كتير. لا سارفاتي، خايفة منه. أهدي شوي، هو أكيد بده يقتل بنتي. ما رح أسمح له يقرب. سراج ما تخليه يقرب على بنتي. خلص سارفاتي، أعرف أنه هو بده يقتلني أنا وبنتي. أمي شو نعمل؟